بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. وحن أسود بحديث كي تضبئي طبنات أبي يعلى شداد ابن أوس أها إلهي هكرال دي النقضي رسولك إنو كوري إنو نبي يري إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إلهي إحسانك إي وناك أيو قري على كل شيء، شيء كستادشي سأيو قري إلهي إحسان إي وناك. فإذا ذبحتم، فإذا قتلتم مرء الله لمرك أدي ليسان، فأحسنوا القتلة تلك وناجيه. في عن مركا وحدي لقفك هدو قصاص وحيابك لك قريه دل توقشاء أيوك قريه دلك وناجي أيو راي نبي صلى الله عليه وسلم. سفي عن مركا أدل آلد نظيف أهو سفي عن أدل يسك ديلة سيدا آلدها حيوانك هو استعمالنا لبا تبدن هجار سينين قفك قتلك إي دلك مركا قرن. وإذا ذبحته ورك أد جور عيسان حولها نفا أحسنوا الذبحة ذبي حد أي حولها لجور عي وناجية وحلو وناجنا يا إن الله يسكو أقل وحلو وناجنا يا إن ذبعتك للجرسين وحلو وناجنا يا إن مدد أكتر أن لغو أفين وليحد ها أفيست أحدكم أحد كل شفرته مديدي سها أفستبو داي نبيغ سيها دو أي حددها سفي عن أغو قوي سي نفط أغو نقمن وليوري هانا أراحي يذبيحته ذبيحه أغو رعينا مركها أراحي يؤبيها سيو قبلها قابلي أبسنكها قبلا وأو سفي عن مركها أغو رع. الحديث الثامن عشر حديث كي سيدين يطبنات عن أبي ذر. أبي ذر نكلر هذا وجندب ابن جنادة يو أبي عبد الرحمن أو معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله وحي كوري الرسول كحديث صلى الله عليه وسلم قال إنو ير نبيك اتق الله إلهي كعب صحيث ما كنت مل الله لما شاءته وأتبع السيئة حما أنتنا وحد رعسيسا الحسنة وناك تمحها ويكاتر تريسا وخالق الناس دكنا كل دقن بخلق حسن دبعت في عن يدبع ونكسن دكنا كل دقن. رواه ترمذي أي وري وقال وحنا ترمذي حديث حسن حديث حسن أهوايا. وفي بعض النسخ كتبها قبل كمير نسق يوحيدين حسن الصحيح حديث حسن أهو صحيح أهو يا أبي ذر إي معاذ ابن جبل أيا لقورينا حديثك أبي ذر ورد أبوه ذعنه عجيب بضم أيو أها أبي ذر الغفار أيا مركا ليرهدا ماشي أيد الجنايين أيا غفار مركا أهيد أبي ذر أيا مقليبا ليري إنو نبي حسب صوبحي انتا كقذال أيا وحو ييري ولالكي أنيس أها بح أو مكتك أو إيوسو كورقل ننكا حالة دي سور في عنا مركا إيغا كين ونسوا بحاي مغالة مكا أيو صوكا لي وحو لكل مي نبيغا كقذال أبي ذر مغالة دودة أيو قنقضي محام إيغا غابو نهي محاد صو أركتاي وحاد صو أركي بو يرنين شاقانا يأنو نبي يهي دبكان أي دبايان بحي دبكو ليه سحر الله والله وحفي عن إيمكي نبو يرن أنيغا آذا يو أكور قلا يو سوفيرين أي إلماء إلالي أبي ذر وصبحي أو مركو صبحي وللكي سوالة دردار ميوحو دارير مكا كدكتونو إلين وحا دعكرت إن دباتيكو غارسيان مركو أبي ذر مقال لنا سوكا لي مكا قفو ويدين كرمالها إلين مؤغو قفكا ويدين يمن ننكي سعيب كيس أهايا مسا ننكي عدو كيس أها كعبادو اسكا جيفتي علي بن أبي طالب صامري مركاسو وذي قريقي سوكي قفكا كلوح ويدين يمالها كذا الوصول نقضي أو صبحي يمد هذا كعبدي هبينك مركي لجاري أيو ماشى إسكجفتي علي صامر نك ولجوري سميه للمي أبو ناي وأودي هذانا هبينك لباتسا سوكل قف قف كل ويدينا يملا هبينك سدحات أيو علي
ilaahay yaa kugu dhaariyay maxaa magaalada u keentay haddaad ii qarinaysa dhibna i gaarsiinin waa kuu sheegaa buu dhahay abiidar waxaanu imid buu yidhi nebigan jadiidka ah iyo inaan xaaladdiisa ogaado haddii nin fiican u yahayna marka aan rumeeyo waayahay baa la yidhi beri ayaan ku geyna anigana waxaan ka mid ahay dadka markaa rumaysan abiidar habeenkii waa hurdi waa shooq ii hilow darteed intaa ka gadaal ayaa subaxii nebiga loo geeyey nebiga ayuu markaa rumeeyey wuxuu yidhi reer maka ayaan u tegaa kacbadan istaagaa waxaan u sheegaa inaan islaamay nebigu waa ka celiyey sala allaahu calayhi wasalam laakiin macnaha lama hadlin nebiga abiidar waa baxay meeshuu tegey kufaartii quraysh oo meesha joogta dhexdooda ayuu ka iclaamiyey islaamka waxay guda galeen inay dilaan inay rafaadiyaan inay daqraan dhib badan ayaa la gaarsiiyey ilaa cabaas ibni cabdilmutalib uu ka celiyey uu yidhi ma waxaad dilaysaan nin reer khifaar ah meesha qafaalki meesha uu soo maro rexladiina iyo safarkiinana khifaar uu yahay markaasay ka joogsadeen rasuulka ayuu u yimid markaasuu nebigu dhahay bax murigiina iska aad ittaqillaaha xaysamaa kunta saasay markaa ku timid waay abiidar ayaa sidaa lagu yidhi qaala rasuulku wuxuu dhahay ittaqillaaha ilaahay ka cabsa xaysamaa kunta meel allaalla meesha aad tahay wa atbici sayi-ata xumaantana haddii ay kaa dhacda waxaad raacsiisaa alxasanata wanaag dembi haddaad samaysa istikfaar daba dhig tamxuha way kaa tirtiraysaay xasanada waxay baabi'inaysaa sayi-ada wa khaaliqi naasa dadkana kula dhaqan bikhuluqin xasanin dabeecad fiican markaa kula dhaqan buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam abiidaroo waad u jeedaa daciiftinimada maanta aan ku jirna mar kastood ogaata ama aad maqasho inaan guulaysanayna noo imo buu dhahay marka ittaqillaaha xaysumaa kunta waxaa loola jeedaa meel walboa tahay haddii lagu arkaayo haddaan lagu arkaynin zeman kasta iyo makaan kasta oo la joogo ilaan taqwadu waxaa laga wadaa ama loola jeedaa waa kelima jaamica waa lificli lwaajibaad waajibaadka oo la sameeyo iyo wax laysku diiday oo laga tago kelimad jamcisa ayaa taqwada la yidhaahdaa ittaqillaaha ilaahay ka cabsa ayuu yidhi nebiga xaysumaa kunta meel walba oo aad markaa tahay iyo meel kastood markaa ku sugan tahay waatbici sayi-ata alxasanata ayadana waxaa loola jeedaa haddaad sayi-a samaysa fastakfir illaah ilaahay ka dembi dhaaf weydiiso oo gadaasheeda xasano samay way kaa tirtiraysaa waxaad ogaataa waxa xumaanta ah waxa lagu tirtira waa samaan haddii dembi kaa dhaca dembi dhaaf raacsii oo taalla imow aqim isalaati liduluuki shamsi ilaa khasaqi illayl sidaa samay buu dhay ila subxaana wa tacaala aayad kale ayuu ku tilmaamay ilaahay aqim isalaati tarafay innahaar wazulufan min alleyl ina alxasanaata yudhibna asayi-aat xumaayaalka wanaaggaasaa markaa tirtiraysa daalika dikraa lidaakiriin dadka daakiriinta waayo aayaddaa waxay ku soo degtay nin ayaa rasuulka u yimid oo saxaabada ka mida oo yidhi rasuulkii ilaahayow naag ayaan ku sameeyey wax allaalla waxa uu ragnaa ku sameeyo ilaa jimaac maahani salaada nala tuka ayuu yidhi markuu salaadii tukaday ka gadaal ayay aayaddu soo degtay aqimi salaa darafay innahaari labada dhinac ee maalinta salaada hagaaji iyo gobol habeenka ka mid ah xasanaadka aad samaysay xumaantay tirtiraysaa daalika dikraa lidaakiriin aliya yaa rasuulallah buu dhahay ani meeqaas ii tahay rasuulkii ilaahayow rasuulku wuxuu dhahay maya ummaddayda oo dhan ayaa sidaa markaa ahwaa ummaddayda oo dhan ayaa wanaaggaa markaa iskale marka hadday xumaan kaa dhacdo waa inaad wanaag raacsiisaa wa khaaliqi naasa dadkana waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin xasani dabeecad wanaagsan marka qofku waa inuu nafsadiisa wanaagga kula dadaalo waa inuu iska ilaaliya wax allaalla wixii dhibaato markaa keenaya xadiidku waxa uu u daliil yahay nafsadda in la xisaabo inay waajib tahay waayo mar walba xumaan ay kaa dhacdo wanaag aad daba dhigayso adoo nafsadaada xisaabay waayo xaasibuu anfusakum nafafyaalkiina xisaaba intan laydin xisaabin ka hor ayuu yidhi rasuul ilaahay wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaaha waltandur nafsun maa qadamat ligadin naf kasta ha fiirisa wixii beri u hormarsatay wa khaaliqi naasa dadka waxaad kula dhaqantaa bikhuluqin xasanin dabeecadda fiican ayaduna waa kelima jaamica
ihsaanka dadka loo sameeyaa laga wadaa dhibka oo laga celiyo. Rasuulku wuxuu yidhi, idinka dadka kuma deeqi kartaan maalkiine, waxaa ku deeqdaan bibaqsil waji, weji furfurnaasho iyo dabeecad fiican. khayrukum axsanukum akhlaaqan, waxaa idinkugu fiican midka idinkugu dabeecadda fiican buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. nin ayaa rasuulka u yimid oo yidhi, yaa rasuul allah, ma afdal alacmaal, camalada kuwa ugu fadliga badan maxaa ka mida? qaala xusnu lkhuluq, dabeecadda fiican ayuu yidhi waa wax allaala wixii qofka dadka uu ku wanaajiyo. sidaa darteed dadku waa inay khayrka iyo wanaagga ku dadaalaan. abu hurayra wuxuu ka wariyey nebiga inuu rasuulku yidhi, akmalu lmu'miniin, mu'miniinta waxaa ugu dhammaystiran iimaanka, axsanuhum akhlaaqan, dadka ugu dabeecadda fiican, wa khiyaaruhum khiyaaruhum linisaa'ihim, waxaana ugu akhyaarsan midka dumarkoodu ugu akhyaarsan buu dhahay nebiga. sidaa darteed ayuu xadiis kale ku yidhi, ina allaha ikhtaara lakum alislaama diinan, ilaahay diinkan islaamka ayuu idinkugu doortay, ee fa akrimuuhu bixusnu lkhuluqi, dabeecadda fiican ku karaameeya, waayo qofka kaamil ma noqonay islaamkiisa ilaa inuu dabeecad fiican la yimaado maahane. maca daalika ayuu dhahay nebiga, waxaan u ballan qaaday guri ku yaala hooska jannada ama cirifka jannada qof allaala qofkii dooda ka taga, wa in kaana muxiqan, haba mutaystee. waxaan u ballan qaaday guri dhexdhexaadka jannada ku yaala qofkii beenta iska dhaafa, wa in kaana maasixan, haba kaftamaaye. waxaan u ballan qaaday guri oo min acla aljanna, jannada meesha ugu koraysa ku taala, liman xasuna khuluquhu, ninka ay dabeecaddiisu fiicnaata, ayuu dhahay. sidaa darteed ayaa lagu ammaanay nebiga, wa innaka lacalaa khuluqin cadiim, waxaad ku taagan tahay khuluq iyo dabeecad wanaagsan. caaisha markii la su'aalay khuluqda nebiga maxay ahayd, waxay tidhi, kaana khuluqhu alqur'aan, nebiga dabeecaddiisa qur'aankay ahayd. wuxuu qur'aanka amrana waa samayn jiray, wuxuu qur'aanka ka reebana waa ka tegi jiray sala allahu calayhi wasalam. sidaa ayuu markaa ahaa. sidaa darteed xadiidku wuxuu nagu tilmaama uuna nagu guubaabine inaan aad ugu dadaalno dabeecadda fiican ummaddana markaa lala dhaqmo. dabeecadda fiican macnaheeda ma aha meel iska fadhiisa aamus, laakiin waxaa loola jeedaa wixii xumaan ah oo ilaahay kaa reebayna ka tag, wixii samaana oo lagu dirayna markaa samay. waay alxadiis attaasi cashara, xadiidkii sagaal iyo tobanaad, can abi lcabbaasi, cabdillaahi bni cabbaas ahaa radi allahu canhumaa, qaala, wuxuu yidhi cabdullaahi ibni cabbaas, kuntu waxaan ahaa khalfa nabiy, nebiga gadaal fadhiyihiisa sala allahu calayhi wasalama, yowman, maalin, faqaala lii, wuxuu ii yidhi nebiga, yaa ghulaamu, ghulaamu, ghulaam waxaa loo isticmaalaa ilmaha markay yaryar yihiin, yaa ghulaamun canugan yarow, innii anigu ucallimuka, waxaan ku barayaa kalimaatin, kelimaad ayaan ku barayaa, ee ixfid illaaha, ilaahay xifdi, yaxfadka, ilaahu ku xifdinaaye. kelimaad ayaan ku barayaa, ee xifdi ilaahay, kelimaadka aan ku amraya xifdi, ay ixfid awaamiruhu, awaamirtiisa xifdi, oo ka tag waxa uu kuu diiday, ilaahay wuu ku xifdinaa markaa subxaana wa tacaala. ixfid illaaha yaxfadka, ixfid illaaha, ilaahay xifdi, tajidhu, waxaad ka helaysaa, tujaahaka, hortaada, ilaahay awaamirtiisa haddaad ilaalisa hortaadaad ka helaysaa, wa idaa sa'alta, kelimadihii la baray waaye haddaad su'aalanaysa, fas'al illaaha, ilaahay su'aala, wa idaa istacanta, haddaad magangelaysana, fastacin billaahi, ilaahay magangal, waclam, ogow, anna alummata, ummadda oo dhan, law ijtamacat, law ijtamacat, hadday u arurtay, u kulanta, calaa an yanfacuuka, inay ku anfacaan, bishay-in shay, inay ku anfacaan, lam yanfacuuka, ma ku anfici karaan, ilaa bishay-in shay maahane, qad katabahu allaahu laka, ilaahay uu kuu qoray, wixii ilaahay kuu qoray ma ahee wax kale ay kuu tari karaan, mala buu dhahay nebiga sallallahu calayhi wasalam. wa in ijtamacuu, hadday ku aruuraan, haddana calaa an yaduruuka, inay kugu dhibaan, bishay-in shay, lam yaduruuka, ma kugu dhibi karaan, ilaa bishay-in shay maahani, qad katabahu allaahu calayka, ilaahay korkaaga ku qoray subxaana wa tacaala. waxay kugu samayn karaan waa wax hore loo kitaabeeyey meehe, wax cusub ay kugu samayn karaan, ay kugu dhibi karaan malaha, waxay kugu anfici karaanna mala, ilaa wixii ilaahay azali kuu qoray maahani. sababtu maxay tahay? rufcat alaqlaam,
أغلب ديوال رفعي أو والله كر قاضي وحلق قرأي وجفت الصحف وراقهنا ويقل لنبورناي نبيا راوحي لقري لها الله قري رواه ترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية ورك لأو غير ترمذي ترمذي غير كي سوحي أهد احفظ الله إلهي حفظ تجده أمامك هرطا ذاتك هلي ستعرف إلى الله إلهي أقنصق دينتي سقطقا أوحوكو ديني كفك أطبنم أعابد في الرخاء مركة برواقة كجرتو يعرفك الله وحوكو أقنصنا أوكو قرقارا وحنكو قبنا في الشدة شدد إيا نبكو مركو يماذا واعلم أغو أن ما أخطأك وإيكو قفأونكو غدعين لم يكن ليصيبك نتكو أصيبي لها مبا أهمة لما كفكتي بابوركو غدعي لها آيات كبت باتي ميلكو غبن لهين آيات كفكتي مركي هربا لغو غبت لكي هبلا إسو جيدي إيو إذنك إغسو غاري إيو دبدنسكي إيو إيو من إيو مجرو وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك مبكو أصيبي لهم بوضاي نبيه حالا دا قلبك قلي أغو وما أصابك وحيكو أصيب أو كو دعانا لم يكن ليخطئك كيكو قفي لها معها وحوال بأوكو أصيبنا مكو قفي لهين أيو ضهي نبيه وحيكو قد أغو هبلا سان إيالو قدك إيقو ريدي إيو أردتا أسان مقطي إيو هدان سان يلي لها وكفك لها مجرتو وما أصابك لم يكن ليخطئك كوغفي لها ماها وعلم أغو أن مصر جرجركو مع الصبر صبك معيقي سئنو ياهي مر على لمرك لطها يهبل والو جرجاري ومركو صبر كبضي وأن الفرج فرجك إيا كربالها أوليس كقاذنا مع الكرب كربالة معيقي ذا إني تهي وأن مع العسر يسر حوليس معيقي سنة إنو فذيدي هاي قف كان حليس كسارا ما دام أساري هاي مرول بإلهي وكقاضى سبحانه وتعالى أطاه ضها أسود دك دك توايا حليس معيقي صفرين أياء ولبسيدة آية القرآن كو أيت المانطي علم وضوحي تهين هل حليس والله بفضي نحن أججر مبا كأت كان كرابا إن مع العسر فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى والله بفضيت وهل عليس لحظة مركة أغجر لابد فضيت أيا بضانا يا إذن عليس كستا فضيت أيا كتب تي إني دتك أغذين سداسا مركة لربا أبي العباس أيا حديث كورينا يا عبد الله بن عباس حنوك يرقو عجيب بضان أيوها حبر الأمة ومدنا عالم كيذا أيا لغم عابا سيدا درتين أيام مالين مال ماها كميدين نبيغا مسخشة آذي بيوه استعمال لها أيو عبد الرحمن عبد الله أسود نوي رسولكو مركو استعمالي أيو يري بيها يا ميشا إين نغي عبد الله يا كون نغال ليري انتو صاقبتو حبيت كيسا ساري نبيغا عبد الله أو يري إلهي وعنو كان تأويل كقرآن كبر دين كان فهمسي عنو عجيب بضن وفاهم أه أو غير كإيواناك كنت نالو أها وحان جعلابو طاي مرول بإن النبي وحكا برطعون كقاطو سيدا درتد وحان سيحناي حبر يرتي ميمون قريق إذا النبي نقب صلى الله عليه وسلم انتا وحان ربا عملاد إيو حيابه النبي أسمين يهبينك إنان أركو هبين أيو يمن جغش أي إر أغو جفتين أساقي إهل كيسة أنيغا نبالر أهان أيان أغو جفتو دهي سغضا بحمرك لقاري أيو نبي سوكا عي سبرار ميشا كيالي أيو سوقاتي انتو سن سوقاتا أيو بسوكر استاغي او يرنا ملغولي عنو يروغي واهر دي عنيغانا واقوغا بنا هايبو نهي نبي واهو سقاتي صلاة او استاغي انو كدبا ويسقاتي صلاة اللي استاغي دين عيسى بلحنان استاغي بو نهي نبي واهو سوقاتي نكتي ذا مركاسو سووري جيدين عميدي تو مركا إكياني وحو تكتي نبي طور يتمرك عضو سيدا دردين عنوك عجيب كبضان ايال لغا ورينا وحو يري كنت خلف النبي نبيغا قدال فديه سأيان اها يوما مالين قادين ايو لصارنا نبيغا اوساريه فقال لي يا غلام وحو انها يغلام عنوك يرو اني اعلمك كلمات كلمات ايانكو تعليمنا كلمات ايانكو برا عبد الله يو احفظ الله إلهي حفظ معناها كلماتك إلهي حفظ يحفظك إلى واقع حفظنا سبحانه وتعالى إلهي هدار إلى لسواق إلى لنا يحفظ احفظ الله تجده تجاهك أرتادتك هليس إذا سألت فاسأل الله ووحي لبري هدار سؤال ليس إلهي سؤال سبحانه وتعالى
وحاجرت أرد إلهي ماه إدك الآن أوذي كريم وحاجرت أرد أوذي إلهي ماه نقفك الآن مركع لهين إذا سألت فاسأل الله ويا انت كسهري دتك وعباد امثالكم اضام اذنك وكلا فادعوهم فليستجيبوا لكم توقب هائد اجيبان ان كنتم صادقين هذا درون شيخي سامبون اي الى سبحانه وتعالى اذا دردت هذا ويدي سني سحاجاتك نباتويك كل الهي امر لك سبحانه وتعالى الى الاله وكف لي هي اضنك انه كافي اليس الله بكاف عبد ما انت نب هدير نقول دع قبورها سؤالنا ما انت هدير رب لو اي اولياك شرب لك قرا ما انت هدير نباتك لتماذا ملك الله ارضى سيدا هيلنا اذا سألت فاسأل الله مركز سؤال ليس الهي سؤال واذا استعنت فاستعن بالله مركز مجنجل سنة الهي مجنجل سبحانه وتعالى والرضا السما فلك الله ما جنجلا أو دبك استوي ماذا يتبلك استوى دعدي أبارك استوى دعد الله أرد إلهي إنه سنجرين أي أم ليس ضدك ما تسوحه استعمال عيان وإذا استعنت فاستعن بالله هداد ما جنجلا سنة إلهي ما جنجل سبحانه وتعالى إلهي ما جنجل أو وعلم أن الأمة واحد بجاتا ومضرا حتى يسكا أورنت أي كوي مادن واحتر كعج أي أصاب حان جود أي دمر جود جن جود أي إنس جود كذا مذا حيكلوي حتى أي مادن على أي ينفعوك بشيء إني وحنك تران أي وحكو أنفعان لم ينفعوك إلا بشيء ما كو أنفعك ران إلا شيء ما هن قد كتبه الله لك إلهي هري أوكو قري حدنا واحد بجاتا هدي أسسو أروران وإن اجتمعوا هدي أسسو أروران أو أي قصو كل من على أي ضروك بشيء إني شيء كغنبان لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وحيدنا إلهي كركاغا كقري إني كغنب عام مئه وحكا لأي قصة مين كران أم أي كغنب كران مركا ملها damaanad ha isku yimaadaana say ku dhiban oo dhan darteed waxay kugu dhibi karaan malaha waxay ku anfici karaan male sababtu waxay tahay rufi'atil aqlam aqlamti waa la kor qaaday wax lagu qoraayay wa jaffatis suhuf waraqihi naway qalaleen wax lagu qoraayay wax walba hore loo kitabay riwaayada kale ee tirmidi aan ahayn waxay tiri ihfidillaha tajidhu amamaka ماشي تجاهك اي ترتي هرمدا امامك تروى اسكو معنى هرتا تعرف الى الله في الرقى الهي رقاها كعاب الضرى مركي برواق اي عافماك قبان ان ربي عابد او عيار اي والا اي طمشكول اذيك سدى او خيرك اي صلاة ان سمين مر الله لمركي رقاها اي برواق كجيران الهي وحو مطر مركا نبك اي ماذا سدى ترتين ايو يري نبيك تعرف الى الله إلهي عابد أو أقنص أودي سي وحداني يدي سكن عبس في الرخاء مرك الرخاء إي برواقذي عافماتك أبهي ستيعرفك إلهي وحوك أقنصنا يا في شدة أسمى بنت أبي بكر أيا بقل سنكر أدافتان ليري مع ذلك جسد كذا أيا سري سأها وح إسكبدلين مركا مجر حتى هل إليك منع أيا ليري مركي لسؤالي أيتر مركا عافماتك قد نرقها أن كجرنا إلهي ديتي سألال نقول لقني مركا دووني أؤوينان إلهنا إلالي سبحانه وتعالى تعرف إلى الله في الرقى يعرفك في شدة جسد جيم حمان يا معاسي أيام كؤد مينا محالغ بابي وحياب إلهي دين خمر عبيتان يدين الله الله ترقو إن صلاة الله ترقو جسد كجسد عبادة الله مطين مع ذلك إبقو مركو يمارا أركي ساقفك أديئو وينادو حالة السكرات كان لقار إنو كريواي حتى إنو مسخش مركاتكو إنو كريواي إلى حين أي ندكو لبطوضان وأي كل بطوضان ومركا قارو مع ذلك قفك مر الله لمركو حلق رخها إي برواقنا كجر إلهي أقنصده إلهي وأقر قارا مركا نبكش ندغي أتماضه وعلم وحد رغاتا وحيك كفا لم يكن ليصيبك موكو أصيب لهي إلهي بمكو قري سبحانه وتعالى هبلا إسوجي ذي هبلا سائي يلئي كان أردتا كتعذي إيو أردتا سليه سمي والي سوكاري مجر وي إلهي بأسليهات مكو كتابين سبحانه وتعالى وما أصابك لم يكن ليخطئك ويكو دعانك وقود دعانك وكفي لها مبا أهبا زاسو تلمامي قفكو إيمان ملا سيد حديث كلا تلمامي إلا أو أغادا وحي قد عينا إني سنقفي لهين وحي قفن إني سنقو دعي لهين إلا أغو تلقلين وعلا
وعاد وقاتا أن النصر مع الصبر نصرك مع الصبر إنه يهي سيدا درتد الله صبر رسولك حديث أيو كير عدوغا لكولك يسهد دمنينين سؤال إلهي عافية فإذا لقيتموهم فاصبروا هذا أدوغا لكل أنطان الصبر أيو دهي صبرك ونك فربضاً أيو ليهي هاي صبرك وانبك الله أتكيستو ومعاسد الله صبر وديت الله صبر تاسا مركا لو لجينا مع ذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لابك صبر أجر كود أبل قد كود حساب لآنا لسيا أو حال سياسي حساب لآنا مع ذلك صورك أيو لمنيهي سذا إلهي تلمامي فإنه لي وأنا أجزي به إلى صورك وحال قد المام نفتي قيس الصبرك شهر الصيام وشهر الصبر وأن الفرج مع الكرب فرجك إيا كربض أو لسك قاضا وكربض معيقين سذا درتت كربض وشد إيا بلاء هذي قفك كؤد كاتو صبرك كد ذلك إلهي فرج أي قدم ليسيا سبحانه وتعالى وأن مع العسر يسرا عليس بحقي سنفذين أي أهالي سوى البؤدون كان عليسيا نبنى توجد إلهي سبحانه وتعالى كاغمدك إن كركاغ إن عليسك أتبقى بعضه مع ذلك إلهي وكا قاضي في يوم من الأيام لكن وإني تدكو آدي أدمرك الدلالة الحديث 20 حديث كي لباطنات عن أبي مسعود عقبة بن عمر الأنساري البدري غير بدر أها بدر أيوك غيب قلي أيين نهندتك قبل كمنع أما سسدا ميه البدري وحالورنا هاي بدر أيو مركات جناسين قطب رضي الله عنه قال أبي مسعود وحورنا هاي قال الرسول الله رسولك الله وحورنا هاي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس وحيابها أي دقك كصوها ليلين ومن كلام النبوة الأولى نبي يلقي هر هذا لذو ذا وحاكمتها إذا لم تستحي حتى من سريق لهين ونحشونين فاصنع ما شئت وعدون تصمين رواه البخاري أي حديث كوري حتى من سريق لهين إذا أردت فعل شيء هذا ربط إن أضوح سميسو وإن وحد يحييه إن السريق أي كاعلسا أما الله كحشو أما بني آدم كحشو حديثا أي كاعري ويسو حالتا أي كاقريبي ويسو السريق تحماتا وحارت مركا سمي حديث كان يدور مدار الإسلام كله أيو كوريغا سذا درتد أيو رسولكو يرفصنع ما شئتا وأبر إباحاء فعلك إي وحيابا هتاما نهين شرعيك وحي مباحا أها إي وحي لقار ربي مذانك هري فاصنع ما شئت رالي لقاق ما أها لكن وان مقان دونتا وحي كذال كاقب صدو عذاب تاسا مركا لو لجيدا اعملوا ما شئتم أو كلاواي وعدوتان سمية إنه بما تعملون بصير إلهي وحى الله لو وحى السمينيسا وأجينا سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أو كلاواي رالي لقمئه إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإذي مركا ديدا نارتا سنقو دياريني نبي ياشي هر وحيابها الأيكسي إن مما أدرك الناس وحيابها تدكو أيكها ليلين أم أيكها ليلين من كلام النبوة الأولى نبي يالكي هر هذا لذوضا وحاك منها إذا لم تستحي هذا استحي يستريق لهين فاصنع ما شئت حشوتك وحوين ويا حشوتك ووحا حمانتا كاريبا حشوتك ووحا خيرك كتصية حشوتك ووحا وحي حنكا عليا وفكو هدو سنسريق لهين وحو أكلا آبا يالا مالي سيدا درتين أيا رمضان أيضو يتاي بناكو وحكونا دكو ننئي أجينانو بناكا كو قيلا دكو ننوي أركايان أيو حمانتا سمينا ويا سريق مركا إلي سمالها هدو لها لها حشوت إلهي أيو كحش الله سبحانه وتعالى فريقت آدي أن أي أقيم بضنطهي نبي قوة حشون جروانا كحش ربطنا أيال ييري قبلها بكرويكو مقبيويكي قدرويكو دمركا كجرا سيدا درتد حشوتك قيمة وين أيو ليهي معلن أيو أركي نبي قن ننك لوانين أيو حشوتك كوانين أيو دعهبو نيقاف حشوذي ويفا إن الحياء من الإيمان سريكت إيمانك أي مركا كمتا إيمانك ونور يتضباطا أما نور يلحظا قيبون فأفضلها قول لا إله إلا الله وحاق قصر يا كلمة التوحيدك وحاق قهو سيدبك أو تجدك لك قاضا أما قشنك وحيدك دبايا والحياء شعب من الإيمان
sariirtuna waa qayb iimaanka ka mida ayuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala nabigiisa. Sidaa darteed qofku hadduusan xishood lahayn waxba ma u kala aada yeelo. Inna mima adraka annaasu min kalaami nubuwati aluulaa waxaa ka mid ahaa idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta. Nabiga ayaa ummadda ku yidhi war hoy ilaahay ka xishood. saxaabada waxay dhaheen ilaahay waan ka xishoonaa. maca daalika wuxuu yidhi ilaahay ka xishooda xaqa alxaya, sariir midba u xaqnimo badan ilaahay ka xishooda subxaana wa tacaala. maxaa laga wadaa markay dhaheenna wuxuu yidhi waa inaad ilaalisa madaxa iyo waxa ku wareegsan, indhaha ku wareegsana xumaan ha ku fiirinin, dhegaha ku wareegsana xumaan ha ku dhegaysanin, carabka ku wareegsana xumaan ha kula hadlin, waa caloosha iyo wixii ku wareegsan ayuu dhahay, farjiga ku wareegsana xumaan iyo zina ha ku samaynin. maca daalika qofkii intaa sameeya ilaahay ayuu ka xishooday xaqalxaya. sariig midda u xaqnimo badan idan idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta. rawaahu albukhaariy alxadiid alxaadi waalcishruun xadiidkii kow iyo labaatanaad can abi camr waqiila abi camratana waa la yidhaahdaa waa sufyaan ibni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow qul lii fi lislaam islaamka dhexdiisa waxaad iiga dhahdaa qowlan qowl oo laa as'alu canhu aanan su'aalin qowlkaa xaggiisa axadan hayraka axad hayrkaaga ah. hal hadal idhee buu dhahay. haddaad i weydiisato tafsiir kale aan u baahan. alxadiid alxaadi wacishruun xadiidkii kow iyo labaatanaad can abi camr waqiila abi camratana waa la dhahaa waa sufyaan ibni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi sufyaan ninka la yidhaahda qultu waxaan idhi yaa rasuul allaahi rasuulkii ilaahayow qul lii ii dheh fil islaami islaamka dhexdiisa qowlan qowl ii dheh iyo hadal laa as'alu aanan su'aalin canhu qowlkaa xaggiisa axadan axad oo hayraka hayrkaaga ah. hadal markaad ii sheegta tafsiir kale aan u baahanin oo qof kale intaan la taga maxaa laga wadaa aan dhihin oo isla markii aan fahmo hadal noocaasa islaamka dhexdiisa iiga dheh. qaala wuxuu yidhi nebiga qul dheh aamantu billaahi ilaahay ayaan aaminay dheh thumma istaqim intaa ka bacdina ku toosno rumaynta ilaahay subxaanahu wa tacaala. rawaahu muslim ayaa xadiidkaa wariya. xadiidku wuxuu tilmaamayaa in qofka islaamka dhexdiisa qowlka ugu wanaagsan ee loo dhaho ay tahay loogana baahaya qofku inuu dhaho aamantu billaahi ilaahay ayaan aaminay intaa markuu dhaho asagoo ilaahay rumeeyey haddana inuu xumaan iyo waxyaabo kala sameeyo dhinacyada kale uu aada ma ahee thumma istaqim intaa ka gadaalna toosnow buu dhahay nebiga sallallaahu calayhi wasallam. macnaha sidii lagu amray u toosnow oo wixii lagaa reebay ka tag. istiqaamada waa mulaasimaad iyo in la laasimo dariiqa ficilka waajibaadka samaynteeda iyo in laga taga wax allaalla wixii markaa la diiday. sidaa darteed ayuu ilaahay yidhi fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka u toosnow sidii lagu amray adiga iyo wixii soo laabta oo tooba keenay markaa micigaaga ah. ilaahay aayad kale ayuu ku yidhi ina aladiina qaaluu rabbuna allaahu dadkii yidhi rabbigeen waa ilaahay thumma istaqaamuu haddana ku toosnaaday tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'ig ayaa korkooda ku soo degaysa waa cinda almowt waxay ugu bishaaraynayaan qowlka ilaahay allaa takhaafuu walaa taxzanuu ha cabsanina hana murgoonina wa abashiruu ku bishaaraysta biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydiin yaboohayay. sidaa darteed waxaa lagu fasiray u janna loogu bishaarayna. markaasay leeyihiin markay dhimanayaan awlaaddeenna maa ya'kuluuna wamaa xaaluhum bacdana maxaa u xaal ah iyo maxaa awlaaddeennu ay isticmaali doonaan gadaasheena. malaa'igtu waxay dhahayaan naxnu awliyaa'ukum fi lxayaati dunyaa wa fi laakhira annagaa tawalinayna amarkooda idinka gadaashiina. markaasay ku indha qaboobsanayaan dadkii istiqaamada la helay haddii ay dhintaan xataa aysan gadaal bardan u soo cabsanaynin. allaa takhaafuu ma cabsanayaan meeshay u socdaan walaa taxzanuu ma murgayaan awlaadda ay ka dhimanayaan jannana markaa loogu bishaarayna.
استقامته وشيء مهم او مركا لو باهيهي رسول كان لغو امري كتابك فاستقم كما امرت سورة هود مركزو يربا ليرشي بدني هود هود اياي عريسي ولا لهد ويا فاستقم كما امرت ليرمد اوغي انا نطو سنهي سيدي لي امري اي انكالي قلت وحان اربو يرنكا يا رسول الله رسولك إلهي وقل لي إيغده في الإسلام إسلام كده حديث قولا قول إيغده لا أسأل عنه أنا سؤال قولك حقيس أحدا غيرك أحد غيرك قال وحونه نبيك قلت آمنت بالله إلهي أيان آمنين ثم استقم انت كذلنا تصمو كتوزنو سيدي مركا لغو أمري الحديث الثاني والعشرون حديث كي لبقي اللباطنات عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنساري رير أنساري أها رضي الله عنهما أسئي أبيه بألاه كراد النقض أن رجلا نل أيا سأل سؤالي رسول الله رسولك إلهي أي سؤالي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وحير أرأيت أي أخبرني وحاد إيغا خبرتا رسولك الله أوت إي ورنتا إذا صليت هدان دكذا المكتوبات صلاة واجبك وشنت صلاة واجبك وصمت أن صوم رمضان بش رمضان كون صنة كدر وأحللت الحلال وحي حلال أهان حلال يؤد اعتقاديا استعمال وحرمت الحرام حرمت أن حرمت نمي ولم أزد على ذلك شيئا أرنتان أن وحب كزيادين أدخل الجنة جنة مقالة رسولك يا الله بل إي جواب بسؤاشان هدان شنط صلاة وواجب كادو كادو سنة أوتن أن رعسين واي سنة رمضان كهدان سنة أوتن أن كدرين هدان حراش راعه حرامتان أن كتغ ولم أزد على ذلك شيئا أرنت أن وحب كزيادين جنة إلهي مقالة قال نعم أيو يري نبيك صلى الله عليه وسلم نعم أيو يري جنة إلهي وجليس رواه مسلم أي حديث كوري ومعنى حرمت الحرام وعقول جيدا اجتنبته أن كفقاده ومعنى أحللت الحلال فعلته أنصمي وهي معتقدا حله أنيو اعتقاد سنحلال مذيسا جنة إلهي مركان مقالا هابو داي حديث كو حوت الماما يا واجب يالك او لغو قابصدو او قفك او سمر رعسينين هدي واجبات كسيدي لغو تلقلي او اولي ماذو انو الهي جنبه قلينا يا سبحانه وتعالى الى ننقل ايا اوي من رسولك الهي مركاسو ويدي محال ايغا ربا كلمة توحيد كقدال صلاة ايو يري نبيك شن صلاة اتو كتو هل علي غيرها بوناي وحك لما ليغا ربا قال لا الا ان تطوع باي ايو ناي نبيك الا ان تسكسو نفلطة اذيك ماهاني هذا نسون كالاغا ربا وحك لما كوركيغا اهاضي ميا ان تسو نفلطة ماهاني ارنتي مركي سيدا اللوغو شاقي زكيدا لغا ربا بوناي نبيك وحك لما كوركيغا ميهي ميا ان تصدق ناري اه او سنة اديبة ماهاني والله لا ازيد على ذلك ولا انقص بويري إلهي ما كنت أرتي إنانا وحنا كزيادينين أرنتا وحنا كنسغامينين رسولك وحيري أفلح إن صدق نكا والليباني هدورون شاقي عملك أو شاقي هديرون دي النقطة واجباتك وحبا كنسغامينين سنة حتى يوسن كدريني والليباني بوناهي نبيك الحديث الثالث والعشرون حديث كيس سدح يلا باطنات عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال وحو يري قال الرسول الله رسولك إلهي وحو نهي صلى الله عليه وسلم الطهور طهورك ونظافة وشطر الإيمان إيمانك قيبك مدعا نظافة وقبل إيمانك كمدى والحمد لله كلمة الحمد لله لأنه إلهي ما مهد إسكال تملأ الميزان ميزانك أي بوحسا وميزانك قيامه وسبحان الله والحمد لله لبدا كلمة إلهي بأن سهل إلهي يا مهر له الله اسكدر تملأني وحي بوحيان أما تملأ وحو بوحيا كيب ما بين السماء والأرض سماء يا أرلاذا انت غد حيث والصلاة صلاة نور نور ويأيو يري نبيك والصدقة صدقة برهان
برهان اي حجوايا والصبر ضياء صبر قوة افتين والقرآن قرآن كنا حجة لك اذيق اي حجة كوية هاي او كدعونا قيامها او عليك اما كركاغا اي كوية هاي كل الناس ناس دمانتي يغدو وعطيتا اواك الله فبايعو وحبيعيا او ايبجيا نفسه نفسدي سفا معتقها وحرينيا او موبقها ابو هلاقا يا مونا هاي نبيك رواه مسلم بحديث كاوري حديث كوحو تلماما يا نظافته اني تايقيب ايمانك كاملا الطهور وحادئ كرتول لقفة سرا بطهارة القلب قلبك نذافة دي صغلق اي حاسد نمضى اي حق ديك اي وحي كسو هاري او جرد قلبك اهلك اراليو اعلد دا وحي كينيسا ان الايمان الكامل ايمانك كامل كاوا يهدي احد كأولي ماذا فمن اتى بالشهادتين لكي شهادتين كقروحو هلي إيمان كقيب كمدعة ومن طهر قلبه قفكي قلبك سكن مذي في جروي كان إيمانك سأيو كاملي قفكي قلبك سأنطهر إيمانك سوى ناقص الطهور شطر الإيمان إيمان كوحالله فسر كرا صلاة وسيد إله التلمامي إله لا يضيع إيمانكم إيمانك نمط يعي سلاتنا لولجي ذا الطهور وإسقاط شطر الإيمان ويمرك وصلاة قيبك من أساس النقانيسة أما النظافة ضب وقيب إيمانك كمبأ مع ذلك قفك الحمد لله يرهذا وحيب حسا كلمة الحمد لله ميزانك قيامه ميزانك الله تلماما يا ميزانك عادي أن نقان نوحكو ميزامنا معها اي ميزانك مالت قيامها قفك اللغو ميزاما ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزانك مالت قيامة دك اللغو كالعمل بحنايو كاسو كوبو حنا كلمة الحمد لله وسبحان الله والحمد لله لبدا كلمة إلهي بان السهل إلهي بان مهد اسكالو تيبا وحي بوحي نيسا أما لبضا ودمرك اللي اسكدر وحي بوحيان ما بين السماء والأرض سماواتك أرلضا انت قلت حيث والصلاة نور صلاة ونور أيو بهي نبيك صلى الله عليه وسلم أي ثوابها نور أبا المركز أيا نور حديثك وتوير أغب شارين رسولك الله ذاتك مشايين تا مقدق كسعنا يا مساجدين هذا يا بالنور التام يوم القيامة نور تام أعطم استرن إلي ليه إن مالت آقره صلاة ونور أيوم هي نبيك صلى الله عليه وسلم قفك أي افتي مسا قلبك إيسا أي افتي مسا قبرك أي افتي مسا مر الله لمرك سراتك لرائع رب أو مدق أو يهي أي دبك أو افتي من إيسا سيد إلهي تلمامي يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا وعندها يا ربي يا نوتام يا نور كينو هنك دمينين نودة دمينة إنك على كل شيء قدير صلاة ونور أيونا نبيك والصدقة صدقة برهان وحج وحي الدليل أطاي على صحة إيمان وفك إيمانك سئنو صحيحيه صدق أيا الله ومك عابي لأنها دليل على صدق إيمانه وفك إيمانك سرد سي دليل أطاي إلى قفك مركو واجبك إلهي كبحو بني آدم كرؤو أغادة نبك هايستي مركا أوحكو صدق إستو وحي برهان إي حج أطاي قفك إنو إيمان ليه لأنه صدق وحي دمسا إلهي عيل كيسة سيد بيها أو دبك أو دبيه أوكالي قف ولبنا مالنت قيامه وحو صدق وحو هرصدا صدقه او بحثدي هوسكيده ايو نهي نبي سيدا دبت صدقه وشي مهم او الهي ادي سخيب اي وناك بدل مركا لوغا غار صدقه قيمه فربضان اي مركا كو جرت سيدا درت اي وحو كو تلمامي رسولك اني برهان تهي اني حجه تهي قفكو اني حجه او تهي مالنت قيامها دور إيه تضباطاً البابوت أو تباطباً أي حرتاء أما أي دبوشا صدقنا سيدا درتين أي رسولكو إن بدن ددك كقوبابي والصدقة برهان والصبر صبر كنا ضياء وإفتين أيو نهي صبر كمحبوب كيلة الماما وصبر كطاعة إلهي لغو صبر ومدك معاسدة لغو صبر إيه مدك بلايير إيه دباطد أدونك كقو دعاية إيه مشاكلاتك إلهي كو امتحامه مركا لغو صبر تاسا مركا لولا جيدا إذا صبرك قفك مركا أولازمه وحأي أطهي ضياء صبرك إيه صلاة صلاة وحال لغو تلمامي نور
نور وحا لغو مغا عابا افتين كا قمر كا اما طيح سيدا اله تلمامي الهي قمر كي وحوكا ديغي نور شمسدنا وحا لغو تلماما ضياء ضياها اي قرحضة اي ضيح وكلا افتين بذيه بش اي قرحضة قرحضة افتين بضن افتين كا قرحضة ضياء لي رهدا منك بشان النور ايا لغو مغا عابا اذا صبر كا اي صلاة صبر كا وينادي سيدا اله تلمامي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صبر كي اللي سهر بري إلى قفك مبت كنكرب إلا إنه صبر لي هاي ماهاني وإنه الصبر صلاة استاجيد سعد كيدا أقيم كي ماشا لغا أقيم أي آذي ديدا صبر أبا هنتهاي مع ذلك ويك افتيم بنتهاي صبر كصلاة والصبر ضياء صبر كون واضياء أيو باي نبيك والقرآن حجة لك أو عليك قرآنكونا أدغو حجكوية هي أمواك حجينة وفك مرأة لعلى مركو كنتق مقور راعوك عمل فلحجو النقونا إلهي يومدكان وإغو تقميوانا إراعيوانا إغو عمل فلحرالنا من نقونا إلا إن جندا لكيه قرآن كساسو قدودة إلى هرتيسة إن تضاد أسقى أقيم بضن سيد الرسول قلت المامي قرآنك وشافع مشفع وشفع عوانا لغا شفع أقبلا ضد بضن أيا نار تلقلين أنيك السبب تيدي شفاعة إذا الله قصر بحنا بوضاي نبيك إلا من حبسه القرآن وفو قرآنك حبس ماهاني وفو قرآنك دونك لبحن ما يتبر أمليه بوضاي نبيك صلى الله عليه وسلم سيدا دردد غركي كنق مؤرى أحجو النقونا أو عليك أما كركا وكم قنا إله يكن إلا مارت لجيه ما هن سكل رال كم قنا يملو ليه مع ذلك ذك أخري أو كم ما خير بدت بيليهين قرآن قوى إيمان يا مالت آخر وحي أدو ذي ساحب قد أيون نبيك وح قصه هربر سورة البقرة آل عمران مع ذلك والقرآن حجة لك أو عليك أما حجك كم قنا أما حجك أهانا كل الناس ناس دمانتي يغضو وكلها وانا قلمنا معناها وحالك وضع إنسان دمانتي يسعى لنفسي نفسي سأيو أسعدا متنا وإيبينا نفتي أو نفتي لبعقينا فبايع نفسه نفتي سأيو إيبقينا وسوق ديغا فمعتقها مدوا حرين يا وحوك إيسان يا أمقو سمين يا طاعد إلهي وحوك حرين يا مرك نفتي سعذابك مبنى الشيطان أيقوبا بحيا أو موبقها أما وهلاقا ومرقو طاعد إله السمين ويو هوذي سيتباع كسما يفيوبقها أي يهلكها وهلاقا يا سيدا دفتد ورسولك إبنا ندك أغدقي ونمركز تأمر إني كد ذالا وحوال بحذابك إلالي الحديث 24 حديث كي لباطني أفراد عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي وحوكوري صلى الله عليه وسلم فيما كي يروي وكوري نبينا عن ربه ربه إيسى عز وجل حديثك هدو صدى النقضة وحالهما عابا حديث إلهي أيا لقورنا يا سبحانه وتعالى نبي أيا كورنا يا إلهي سبحانه وتعالى أي نبي كوري أنه إلهي قال إنه يريا عبادي أضام ضيدي إني أنه حرمت الظلم ظلمي أيا كحارات نميي على نفسي نفسي إذا وجعلته وحا ظلمي كيالي بينكم نحذين محرما من حرمته فلا تظالموا فاستظلمنا إلهي إنها ظلمنين نفتينا نها ظلمنين بني آدم ككلا نها ظلمنين فلا تظالموا ها إذ ظلمنين ظلمك ما تحرفت أي نقطين لأذيك سلاء الله شغيستو قفو الباقفك كلا أي ظلمنا حوله سوداء ظلمنا ديكي سودادنا ظلمنا إذن إلهي نفتي سأيو كحارانتين ميي ظلمي بيكينا نوحو كدقي من حرام إيه فلا تظالموا ها إذ أيوه هاي إلهي سبحانه وتعالى حديث كلا قصو أروري الظلم ظلمات يوم القيامة مقدقو أما ظلمك ومقديال ما لنتآقر يا عبادي أتو مضيذي كلكم نمانت ضال كوان صن أياتهين إلا من هديته من أنك هنوني ما هنه وحنو سنب ملبونا إلى سبحانه وتعالى
إلا قفكان أنيقها دونيي ماهان إلهي يضل من يشاء ويهدي من يشاء قفكو ربنواها دونيا قفكو ربنواتو سيا كلكم ظال إلا من هديته إلا كؤن أنيقها دونيي ماهان إفسته دوني هدونك إيقا طلبو هدون إويديست أهدكم أن إذن هدونيي وإذن هنوننا أنيق هنونك إويديست رب يون هنون دحا يا عبادي أبو مضي ذي كلكم جائع دماتي كوطاها أياتي وإحنا جنا بجرب إلا من أضعته من أن أنيق قوذي ما هني فاستطعموني يقود ويديست أطعمكم أن إذن قوذي أني إيغا طلبة أيوطه طعامك شرا شبارت يهرق نمو إي حب أنكو كيستا حدهن إي إلهي طلق طلب سبحانه وتعالى حرف دي دي شهادة دي ذا كهلي حدهن إي إلهي كطلب سبحانه وتعالى فاستضعموني أضعمكم أن إذن قوذية يا عبادي أدو مذيذي كلكم دمات عار كوقا وان أياتهين إلا من كسوته من أن أنيق مرشي ما هاني فاستكسوني إن مرش ضلبو مرشي ويديست أكسكم أن إذن مرشي دكو نوي عارو باي نبيق أوي قاويهين دكو نوى أبسعة دكو نبو وحي لأيه كسوه إلا من أن أنيق أكسوي ما هاني فاستكسوني إكسوي ويديست إيا مرشو أكسكم أن إذن مرشي يا عبادي أدو مذيذي إنكم أذنكم تخطئون بالليل والنهار هبين يمال أياد كفيسان ودب كجستان وأنا أغفر الظنوب أنك ندب أياد نافا جميع سوء ديهي كم وابديهي كم ويريهي ما أقان دب مهما أوبطو ونافا فاستغفروني دب نافي ويديست أغفر لكم أن إذن نافي دنبغا إنان إذين عفية مربتين مياء إن دنبغاب إويديست وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبة كان النمات المؤمنين فإذ أولي بان تنقضي إلى سبحانه وتعالى وأنا أغفر الظنوب جميعا دنبغا أيان نافا دنبغاك يوكل بغن إله لما بطن سبحانه وتعالى حمانت هيا ريسن وحير لوايا هدهن نهما دمبغ او يراضها دوسي بتواوين هذا مع ذلك الهي آيات ايو كتل مامي يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الهي نحرستي سهكقوا صنين ان الله يغفر الذنوب جميعا الهي دمبيو نوا نافاي وحن لقو نافين ملها فاستغفروني لكن دمبناك ويديست اغفر لكم يا عبادي أدو مذيذي إنكم أذنكم لن تبلغوا قاري ميسان ضرا نبقوا فتضروني أدغوا نبتان عدد ما شاد يبنا بحث ميسان أوضح ذان إله نبينا إله يوم قربنا مدهتني مذاذ يبقرني مذاذ إلهني مذاذ ما ينبي كرتان بوضاي إلى سبحانه وتعالى ولن تبلغ هذا نقاري ميسان نفعي واحتركي أو فتنفعوني أبوحي وطرطان عدد هذا ربنا بحث ميسان أوضح ذان إله وقربنا رب دقي نوأهو قراد إبو زيادة سامل بوضاي سبحانه وتعالى لابد واك كفتوما يا عبادي أدو مضيذي لو أن أولكم كين هرئي وآخركم كين دمده وكي أغهري يلا أبوري كالقطب يلا أبوري دونه وإنسكم إنسيقيني وجنكم جنيقين كانوا هداد يلتان قط أهاتان على أبقى قلبي قلبي كان أغتق وبد الرجل من واحد كلي منكم أذنك إذنك مبقى أو دمات أطنقطان لك إذنك أغتق وبد الأوكال ما زاد ذلك أردت كزياد ميس في ملكي ملكي غيغ شيئا وحبا ننكس نبيغا اللغو فسرا صلى الله عليه وسلم نبيغا قلبي قيسو كلاها بادي لتان دماتي أوقف عاسيما اللوايو رمان النبي محمد قلبي قيسا إي تقوى دي سئيو دي تيسو كالالله تماما أردت ملكي غيغ شيئا كزياد ميسا ملاها يا عبادي أدو مضي ذي حدنا لو أن أولكم كين أغهري وآخركم وإنسكم إنسيني وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لك إذن كغفة جرس قلبك إيسوك الهداد يلتان شيطانك الله غفة سراء هداد نقطان إبليس وكال قلبك إيسا أو نمات أدي ديدان سراتين أتكتكتان إيوحان إذن ديري ما نقص ذلك من ملك شيئا أردت ملكك إيما ملكك وحبب مكان نسخة من إيسوطي إلى سبحانه وتعالى يا عبادي
أدومد إذي لو أن أولكم كين هرئي وآخركم كين الدمد إي وإنسكم إنسكيني وجنكم جنكين كانوا حداد يلتان أقهاتان تستكتان في صعيد بنان واحد أوكلية دمانت حداد ميل بنان تمالان أو فسألوني أدي ويتي ستان أو فأعطيت أنسي كل واحد من كست أو إذنك إذنك من مسألته وحو إسؤال شيء قف والبدلب كيس أن أفل يما نقص كنص من ميس ذلك أردت أن إذن سيي مما عندي وحا أكدي ذا هذا إلا كما ينقص وحا أي كنص من سأو كلما هنا المخيط عربدا إذا أدخل البحر مركة فتلا قليو أنيق حولي هيق إيا ملكي قيق بطو كلاواي دمان دين وحا أبدلب كينا أبدان إذن سيي وحا إيقا نص قاما عربد بيها اللغو داري وحا كنص قام إيقا نص قام sabato kale macna waxa ka nusqa misan jirba sida dadad aniga nasaas oo kalaan aheya ibadi adoomadeediye inma hiya ta a'malukum a'mashi ni way uhsiha lakum aidha lidin koobe thumma ka ba'di uwaffikum iyaha aidha lidin ufina qolidin ka abal marina waxaan aad qabanaysan wa amaladina أيضا الذين قرورنا أو الذين قرأ أو من الذين نغا إتاك بعد أيضا الذين كأوفنا يا أبا القدكيذ فمن وجد خيرا قفكي خير هلا أو إنت وناك سمي جن الله أبا المريو فليحمد الله إلهي حكم هذي ومن وجد غير ذلك غير ذلك ليري لمنهن ومن وجد شرا خيرا أيا ليرى متى شر أيا أهل إسكتا وحكا لنبك أي لاذهاي أفكا لغا نعا إن شر لطه مركاسو ير إلهي ومن وجد غير ذلك وحان خير أهل ننكي هلا فلا يلو من يوسم دقال إلا نفسه نفس دي سماهاني أذيغا حمانتا سميسي أذيغا كسبتي نفتا دماهانا إدك لها إذن ويا حق واللغو عدي واللغو بياني سكستا لغو غشيغي غير حدات هشو والتوفيق اللي الحمد لله دي حدات شر سميسانا حدا قال إلا نفتا دماهانا فلا يلومن يوسم إذين إلا نفسه نفتي سماهانا إلي شيطان كقيامها مركا لطاقو أولا يرهد ددك أنك حيث نارت جيد شيطانك وأقض بين إنت نارت لقلين كهر أيونها يا إن الله وعدكم وعد الحق إلهي وإذي يبوها يبو حقه ووعدتكم فأخلفتكم أني وإذي يبو هيوان إذين كقبحي وما كان لي عليكم من سلطان وحجم إذين كيسن إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وإذين وعوادي أجبت فلا تلوموني ولوموا أنفسكم أني هاي تقالين شيطانا سانا يلئي شيطانا حبانتا إيهرسيلي هاي ديني ولوم أنفسكم بولي نفتين تقال بحي قردتين أنيقا مانتا وحنا مني تريكري وحنا مئي تريكرتان ما أنا بمسرقكم وما أنتم بمسرقي إذنك ما إفاكين كرتين أنيقا نما إذن فاكين كارو ولا يلو من يوسن تقال إلا نفسه ونفسدي سماهان رواه مسلم حديثك عوت الماما يا حديث عجيب ضواي إلهي سبحانه وتعالى إنو ظلمك نفتي سكحاراتني دحدهنا او كدغ مد حرام ممنوعنا ايتا ان بني ادم كظلمنا نفسنا ظلمنا الهنا ظلمنا سبحانه وتعالى الهي وحنوت الماما يا ضمانت ان بعضي كجرنا الا كي الهي هنوني ما هاني هنو كان اسغا كطلبنا ان قاولنا الا بيد الهي درشيم درسي ما هاني ان اسغا كطلبنا هبي يم مال ان دب كجرنا لكن نصيب وراك الهي او باي او يحي الله دبغا ضافا نوت دب ضافا ومن كست انقلنا عدن مركا كسو رجعنا إلهي إننا نبي كرين إننا نفعل سمين كرين عدنا وناك سمينو إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم نفتينا طقبة ينبور باي إلى سبحانه وتعالى هذه مسألة إي سؤال شذا إي توكسي أوي ديسان إلهي أو نسي يقف كستان إنو صوحبك نسخامين مع ذلك قف والبوخير هل إنو إلهي كو مهديو قف كي حمان سمين إنو صندقال إلا نفتي سماهان الحديث 25 حديث كيشان يلا باتنات عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا سيدوك لأن الناس ضطوا من أصحاب رسول الله رسولك أصحاب تيسك مذا صلى الله عليه وسلم أيا قالوا وحي دهين للنبي نبيك وحي أدهين يا رسول الله رسولك إلهي وذهب ويلتقين أهل الدثوري
نمكي حول قبين كأها بالأجور أجر أي لطغين محاد عي يصلون ويتكنا كما نصلي سنؤتكنا أوكلا ويصومون ويسوميا كما نصوم سنؤصون أوكلا ويتصدقون ويصدقي سنيا بفضول أموالهم مالكود سيادة أنك نوح أن صدقي سنة مهي سنة إلى أن تبكي فقر ذي أهايين. قال رسول كوحو أوليس صوما قد جعل الله لكم إلهي من إذن سمي ما تصدقون وحد صدقي ستان إن بكل تصبيحة تصبيح كستوى سبحان الله صدقة وصدق وكل تكبيرة الله أكبر كست صدقة وصدق وكل تحميدة مهذن كست صدقة وصدق وكل تهليلة تهليل والباء هي مركز التوحيد ست صدقة وصدق وأمر بالمعروف معروف كل أمر صدقة وصدق ونهي عن منكرين منكر كأول الرئيب صدقة ويوفي بضع أحدكم صدقة أحد كيد قال موشها إيا جماعة أحسك سجماعة حتى وصدقوا نهي نبيك صحابة هذه أولي يابين قالوا حينهن يا رسول الله رسولك إلهي وأيأتي أحدنا أحد كيد مقودنا وموحو لا إيمان يا شهوته شهوتي سوى يكون له فيها أجر هذا أجر من أنقون إيسا قال وحو نهي نبيك أرأيتم بل إي ورم لو وضعها في حرام هذه مكان حرام أكرد لها أكد جن لها نتفذيسا أو زنا أو قل لها أكان عليه وزر كركي سدب ما أهان لهينو هابين دهن صحابة رسولك وحورنا فكذلك ساسو كلا إذا وضعها هدو كد جي في الحلال مكان حلال أهكان له أجر أجر أو مركا أويا لنا رواه مسلم بحديثك وريبري أي شرحين حديثك دي إلهي هذا وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.